البايرن كانوا أمام تحدي للعودة بعد الخسارة وإسكات الانتقادات التي طالتهم بعد الخسارة الكبيرة أمام الميلان. مولر وريبيري تألق أيضا في هذا الشوط الأول وفرص عديدة، ومولر يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 12، وأيضا مولر كان وراء الهدف الثالث وهذه الهجمة وتسديدها الأكثر من رائعة في الدقيقة 26 في مرمى كورتوا. مرة ثانية مولر يسجل الهدف الثالث، وفي آخر لحظات الشوط الأول الإسباني ألونسو يذلل النتيجة بالنسبة لفريق تشيلسي لتنتهي 45 دقيقة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن البايرن عاد ونجاعة كبيرة. ورحب من جديد